اليوم حضرنا مع حميد المهداوي الصحفي الشريف، الصحفي المتعفف، زوج والأب لطفلين. حضرنا معه لقناعتنا ببراءته ولقناعتنا بأنه هذا الملف لا يرتكز على أسس قانونية سليمة. الملف ينشر من جديد اليوم أمام محكمة الاستئناف. حنا جينا جاهزين، جينا مهيئين دفوع الشكلية والطلبات الأولية، على اعتبار أن السيد حميد اليوم تيطلب منا أننا نسرعوا في المحاكمة ديالو، لأنه عنده التزامات وتيقرأ من داخل المؤسسة السجنية تتابع الدراسة ديالو. وهذه مسألة كنحييوها فيه، لأنه كيزيد يبين للرأي العام أنه بالفعل شخصية اللي نفتخروا بها كمغاربة. وللأسف محكمة اعتبرت القضية غير جاهزة وأخرتها 3/12. تقدمنا بطلب الصراح، وشخصيا تناولت المرافعة في الصراح، تناولتها من الجانب الإنساني، وخاطبت القضاء على أن القاضي في البداية والنهاية هو إنسان، وأنه يجب أن يراعي الحالة العائلية والتزامات ديال الدراسة ديال السيد حميد المهداوي حتى يمتعه بالصراح المؤقت. وقد أفادوا واستفادوا الزملاء اللي معايا في الملف في جميع النقاط الأخرى المتعلقة بملتمس الصراح، مع العلم أن النيابة العامة هي اللي خصها تقول لنا علاش بقى متمسكة باعتقال الاحتياطي ديال الصحفي الشريف. هذا السيد هذا هو صحفي معتقل بمناسبة مزاولته للمهامه، وما معتقلش من أجل قضايا كتمس بالشرف أو غيرها بحال اللي وقع لصحفي آخر هنا في هذه المحكمة. هذا معتقل من أجل واحد المسألة مرتبطة وهو يزاول المهامه، وهذا نقاش اللي أنا غنبينه في الموضوع، وهي هذه النقطة كيتلقى فيها هو مع المحامي في قضية السر المهني. وتلقى واحد الخبر، حنا غادي نناقشوا هذاك التقدير ديال الصحفي واش هو يعني ملزم بتبليغه او عدم تبليغه، جدي ماشي جدي، موضوع هذا كله نقاش مرتبط بالموضوع. اليوم حنا قلنا للمحكمه اننا جاهزين، هي كتقول انها غير جاهزه، خاصها تطلع على واحد الوقائع عندها علاقه بهذا الملف. هذا السبب بوحده كافي رفع حاله الاعتقال على السي حميد المهداوي، خاصه انا كما قلت لزملائكم هو معتقل، وهذه خص الصحفيين يعرفوها، واحد معتقل بمناسبة مزاولته لمهامه. هذه الجلسة الأولى أولا، ورئيس الجلسة راه هيئة أخرى باستراتيجيتها الخاصة بنمط تدبيرها وتسييرها الخاص للجنايات الاستئنافية، وبالتالي عادي جدا ما بين الدفاع وهيئة الحكم يكون نوع من الأخذ والرد، ولكن احنا كنساعدوا العدالة وما كاين حتى شي مشكل. هذا الشيء ممكن انه يتدبر مع الوقت، ماشي مشكل.